التلفزيون الكويتي وزارة الإعلام كانت تدعو كبار المطربين وكبار الفنانين المصريين واللبنانيين والسوريين للاحتفالات في سينما الأندلس، المسرح الوحيد على مسرح الأندلس. طبعا كنت أنا في ذاك الوقت مسؤول تلفزيون، وبالتالي فأنا مسؤول كذلك عن هؤلاء لما يجون ونعمل اللقاءات معاهم، نعمل لقاءات. جاء عبد الحليم حافظ، جبتوا عبد الحليم كان يسكن عندي بالبيت في مصر ولا في الكويت؟ اذا جاء جاء عده مرات ودعيت عده مرات وصورت له واخرجت له بنفسي بعض الاغاني الكويتيه المعروفه المشهوره على البحر، هنا في شاطئ على البحر وفي الخيمه وفي كل مكان. حتى انه لحن المشهور اللي فيه اللي عمله اللي لحنه الملحن المرحوم سيد اللي هو هلي يا هلي، هذا دقدقه بالعود ودرب عبد الحليم عندي في البيت. خلنا نسأل